بعد أن سطر اسمه بحروف من نور على تاريخ البطولة الخارجية لكرة السلة في نسختها الأربعين، عاد إلى البلاد وفد فريق نادي الكويت لكرة السلة بعد ختام بطولة الأندية الخارجية الأربعين لكرة السلة، والتي أقيمت في دبي من 18 إلى 26 من شهر يونيو الجاري، حيث توج الأبيض بلقب البطولة بعد تقلبه على النصر السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 96-85، ليضمن بذلك التأهل لنهائيات بطولة الأندية الآسيوية. وكان في استقبال الوفد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة. طبعا إنجاز كبير، احنا رحنا قارعنا أقوى الفرق بالخليج، الإمارات إمكانياتهم الرياضية والسعودية وقطر والبحرين. البحرين تعتبر لعبة يمكن الأولى لهم كرة السلة، ما كنا مرشحين قبل أن نوصل دبي، ولكن احنا كنا رايحين ببالنا الفوز، ببالنا الذهب. طبعا نادي الكويت كان موقوف، او الانديه الكويتيه كلها كانت موقوفه لمده يمكن 6 سنوات، ما شاركت في اي بطوله خارجيه. ما حد كان متوقع ان نادي الكويت ممكن يجيب البطوله، لان يمكن 60-70% من اللاعبين اعمارهم صغيره، ما عندهم خبره نهائيا او ما عندهم تجربه في المحافل الدوليه او في البطولات الخارجيه، لكن احنا عندنا ثقه كبيره فيهم. انجاز يسجل الرياضه الكويتيه بشكل عام، احنا مثلنا الكويت بهالبطولة خير تمثيل الحمد لله. الجهاز الإداري برئاسة أخوي خالد الغانم وفهد الغانم والأخ بدر العصيمي مدير اللعبة، الجهاز الفني واللاعبين ما قصروا للأمانة، حطوا جهدهم في هالبطولة. كنا رايحين للبطولة بهدف تحقيق البطولة، ما كان لأجل المشاركة فقط. مو نادي الكويت اللي يروح أي بطولة خارجية حتى لو كان بعد إيقاف فترة طويلة. الحمد لله حققنا بطولة الخليج، كرة اليد كذلك حققوا ثاني آسيا. إن شاء الله هذه تكون بداية عودة للرياضة الكويتية بإذن الله عقب الإيقاف الطويل. وهذا الإنجاز نهدي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم والشعب الكويتي غاطبة. اللهم لك الحمد. أحب أبارك حق إدارة نادي الكويت، وأحب أبارك الجمهور نادي الكويت واللاعبين، أقول لهم مشكورين وما قصرتوا على هالبطولة، هذه حلم وتحقق ولله الحمد. راح مننا من 2015، خذوه الأهلي الإماراتي فضل الله سبحانه وتعالى، خذيناه وردينا الكيفان إن شاء الله. فمجهود أكيد واضح راح يكون على اللاعبين، بناية من أكبر لاعب إلى أصغر لاعب، تمرين صبح عصر. إلي الحجار أحب أشكره، الإداريين أحب أشكرهم، على براشد إسحاق، كل الشباب اللي ما قصروا في المجهود الجبار اللي عمله صراحة. ها هم أبطال العميد الكويتاوي يعودون بكأس الخليج وسط فرحة واستقبال مميز. سالم ملالة، القناة الرياضية.